متجاوزين المشاكل التي تمر بها البلاد وما يمر به كل واحد منهم على حدة، يحاولون صناعة فرحتهم الخاصة والاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك. وشهدت الأسواق تزايدا في أعداد المتسوقين الذين اعتمد غالبيتهم على الاقتراض في توفير الجزء اليسير من البهجة لأطفالهم. تدهور يعني الوضع شيئا فشيئا، يعني قلت عند الناس إمكانية الشراء وتقلص بعض الأشياء من الحاجيات. هذه الأسواق وما توفره من سلع لم تتجاوز واقع الحال، حيث ارتبط بعضها بما هو دائر في الجبهات. إذا كان على الإقبال الشرائي ما هو زي كل سنة، اختلف من سنة، السنة هذه أكثر بسبب ظروف الحرب ومشاكل الناس، قلت نوعا ما القيمة الشرائية والزبائن يعني خفت، اللي يشتري كان يشتري 4 قطع الآن أصبح يشتري قطعتين. ورغم هذا الزحام الذي يحاول إخفاء الكثير ممن لا يقدرون على الوصول إليه والوقوف في صفوفه، فإنه لم يشمل مختلف المناطق وقد ظل محصورا في مراكز المدن. أما أطرافها فهم في وضع يجعلهم يتخفون وراء طلباتهم الأساسية والتي لا ترتبط بالمناسبات أو المواسم، وتظل ماثلة أمامهم كلما دارت الأيام.